أنهى العداو المغربي سفيان البقالي السباق النهائي لمسافة 3000 متر موانع اليوم الاثنين جوج غشت 2021 ضمن منافسات الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في المركز الأول ليهدي المغرب ميدالية ذهبية مستحقة هي الأولى في هذه التظاهرة الدولية. وأنهى البقالي السباق بتوقيت قدره 8 دقائق و8 ثواني و90 جزء من المئة، بينما تمكن العداء المغربي محمد تندوفت المشارك في ذات السباق من إنهاء التنافس في المركز الثالث عشر بتوقيت 8 دقائق و23 ثانية و56 جزء من المئة. وحرص المغاربة على تتبع مشاركة العداء البقالي في هذا السباق الأولمبي مراهنين عليه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تنسيهم المشاركة السيئة للرياضة الوطنية في المحفل الأولمبي الذي تحتضنه اليابان. الجدير بالذكر أن تتويج العداء سفيان البقالي بالذهبية في سباق 3000 متر موانع من جهة أخرى شهد كسب الميدالية الفضية من طرف الإثيوبي لاميشا جيرما، بينما آلت الميدالية البرونزية إلى الكيني بنجامين كين. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.